بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمدك يا ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ونصلي ونسلم على نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأخوة الكرام، نلتقي معكم نقطف زهرة من حديقة أزهار النبوة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم، فنستنبط منها دروسا ونستلهم منها عبرا تنفعنا في حياتنا وبعد مماتنا بإذن الله عز وجل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاط لأمته فيحثهم على فعل الطاعات وأداء السنن والمندوبات وترك المحرمات والشبهات، حتى يأمنوا في دينهم وفي دنياهم وتكون لهم النجاة والسلامة في أخراهم بإذن الله عز وجل. من ذلك أن الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال في حق المؤمنات: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ البصر، لأن البصر هو منفذ من المنافذ إلى القلب، والله عز وجل قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمرء يسأل عن سمعه ويسأل عن بصره ويسأل عن يعني عن تفكيره. هكذا كلما تحولت الفكرة أو الخاطرة إلى عمل في الجوارح فإن المرء يسأل عن ذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا كان الإنسان مكلفا لم يفقد عقله لجنون، ولم يفقد عقله بسبب نوم، ولم يكن صبيا غير مكلف، عند ذلك يكون مكلفا، فيسأل الله عز وجل عما قدم في دنياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي سنته علمنا أن نحفظ بصرنا عن الحرام، وأن نحفظ لساننا عن الحرام، وأن نحفظ سمعنا عن الحرام، حتى يكون ذلك يعني أنقى وأتقى لقلوبنا، ويكون ذلك أرضى لربنا سبحانه وتعالى، ويكون ذلك كفيلا أن نعيش حياة سليمة سديدة رشيدة مع بقية الناس، لا نؤذيهم ولا يؤذوننا. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات. أو يقول قبل ذلك: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. فأمرنا صلى الله عليه وسلم بحفظ يعني أبصارنا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة، يعني أن الإنسان إذا تفاجأ ورأى امرأة أجنبية لا يحل له أن ينظر إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، اصرف بصرك. وقال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. والإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم حين حرم الزنا أحاطه بسياج من الممنوعات والمحظورات، حتى لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من الموبقات والمهلكات. من ذلك أن الإسلام حرم النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرم الاختلاط بالمرأة الأجنبية، وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم أي شيء من شأنه أن يوصل الإنسان إلى الزنا. فلذلك قال سبحانه وتعالى: ما قال لا تزنوا، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قال: لا تقربوا الزنا. إذن هنالك مقدمات للزنا ينبغي للإنسان أن يتجنبها، من ضمن هذه المقدمات هي النظر. لذلك اليوم الناس يعني يشكون من أمور كثيرة. الطلاب يشكون من تأخرهم في مجال الدراسة وتأثير ذلك عليهم، الطالبات يشكون أيضا من التقهقر في مجال الدراسة وضعف المستوى العلمي والتحصيل الدراسي، الآباء والأمهات يشكون من مشاكل أسرية وخلافات بين الزوج والزوجة وبين الابن والبنت وبينهم وبين أبنائهم وبين الأبناء وأبائهم وأمهاتهم وما إلى ذلك المشاكل. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنك المعيشة والخلافات والتدني في المستوى المعيشي وفي مستوى دخل الأسرة وفي المستوى العلمي، كل هذا له أسبابه، من بين هذه الأسباب هو سبب المشاهدة، وهذا يدل على أن هنالك انحدار خطير في المشاهدة
وتحديدا بالدرجة الأولى للأفلام والمسلسلات، وبالدرجة الأولى منها للمدبلج منها، وانعكاس ذلك على الالتزام الديني، على الالتزام بالصلاة، على المحافظة على الصيام، على المستوى العلمي، على التواصل مع الأب ومع الأم والطاعة والبر بهما، انعكس ذلك سلبا بكل الاتجاهات بسبب المشاهدة السلبية. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحفظ أبصارنا، وهكذا ينبغي أن نكون. قمري الوجه محمد. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصه على الأمة وخوفه على الأمة ورحمته بالأمة صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتجنب كل ما من شأنه أن يؤذينا، ومن ذلك إطلاق البصر إلى الحرام. فالإنسان حين يطلق بصره إلى الحرام فهذا البصر هو منفذ من المنافذ إلى القلب، فإنه يفسد قلبه، وإذا أفسد قلبه انعكس ذلك على الجوارح، فيكسل في مجال الطاعة وينشط في مجال المعصية، يهجر كثير من العبادات والطاعات، ويكون فريسة للشيطان في الوقوع في الكثير من المعاصي والمخالفات. عند ذلك يبتعد عن ربه سبحانه وتعالى ويقترب من الشيطان، يبتعد عن الجنة ويقترب من النار. والمشهد اليوم من مشاهد السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة وقد أردف خلفه الفضل بن العباس رضي الله عنه، فجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة الفقهية في قضية الحج، فكان الفضل رضي الله عنه يعني ينظر إلى هذه المرأة، كانت امرأة وضيئة وجميلة، فكان ينظر إليها من خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مرة هكذا ومرة هكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحس به أنه ينظر إلى هذه المرأة ويعلم أن النظر إليها يضره، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ التفت إلى الفضل بن العباس رضي الله عنه ولوى عنقه، يعني أحال رأسه إلى الجهة المعاكسة للجهة التي كانت فيها هذه المرأة الوضيئة أو الجميلة، فقال له العباس رضي الله عنه: يا رسول الله لويت عنق ابن عمك يا رسول الله، يعني ما شأنك اليوم لويت عنقه؟ يعني المعتاد أنك توجهه يعني تنبهه، لكن القضية اليوم مختلفة، لويت عنق ابن عمك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما من الشيطان صلى الله عليه وسلم. إذا رأى شاب وشابة فلم يأمن عليهما أن يكونا فريسة للشيطان بسبب النظر إلى ما يحل له النظر إليه. هكذا أيها الأخوة الكرام عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ علاجا فعليا، يعني إن كان فيه منكر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن هو عليه الصلاة والسلام الآن في موطن الرسول والمربي والقدوة والموجه وولي الأمر أيضا، فأراد أن يعالج هذا الخطأ على سبيل السرعة، فلوى عنق ابن عمه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الفضل العباس، فقال له يعني عمه العباس: لويت عنق ابن عمك يا رسول الله؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما من الشيطان. بهذه الصورة وبهذه البساطة عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشباب، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشابات، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الأخطاء ويوجه الأمة إلى ضرورة تجنب إطلاق البصر إلى الحرام، لأنه مظنة إفساد القلب، والله عز وجل جعل للإنسان رقابة وسلطة على جوارحه بما فيها فمه حين يتكلم به، أذنه حين يسمع بها، عينه حين يبصر بها، يده حين يبطش بها، قدمه حين يسعى عليها، فحتى تكون شهودا له وليس شهودا عليه. هكذا كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فحتى نأمن من يوم تنطق فيه أبصارنا، تنطق فيه آذاننا، تنطق فيه أفواهنا، تنطق فيه أطرافنا، فتشهد علينا أو لنا، حتى نأمن من الشهادة علينا وأن تكون الشهادة لنا، فلا بد أن نغض أبصارنا عن الحرام. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يعلمنا كيف أنه ينبغي للشاب والشابة وللمسلم والمسلمة عموما أن يغض بصره عن النظر إلى الحرام، عن النظر إلى ما لا يحل له. فلا يحل لك أن تنظر إلى امرأة هي ليست من المحارم، أنت يباح لك أن تنظر إلى أمك، إلى زوجتك، إلى أختك، إلى ابنتك، هؤلاء يحل لك أن تنظر إليهم، لكن لا يحل لك أن تنظر إلى امرأة أجنبية، ولا يحل لك أيتها المسلمة أن تنظري إلى رجل أجنبي أيضا لا يحل لك النظر إليه، فهذا النظر محرم. والله عز وجل ذكر الآيتين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالآية فيها ربط بين غض البصر وحفظ الفرج، بين غض البصر وحفظ الفرج. فإذا أراد المسلم والمسلمة أن يحفظ فرجيهما من الوقوع في الزنا والحرام، فعليهما أن يحفظ بصرهما عن النظر إلى الحرام، لأن هذا النظر هو سهم من سهام إبليس يدخل به إلى قلب الإنسان، فينعكس ذلك على جوارح الإنسان، فقد يقع فيما لا تحمد عقباه من الحرام. لذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الموقف معالجة واقعية عملية، حين لوى عنق ابن عمه فغير المنكر بيده صلى الله عليه وسلم. من ناحية أخرى قال: رأيت شابا وشابة، على اعتبار أن الإنسان في مرحلة الشباب ذكرا كان أو أنثى هو مظنة أن يفتن بقضية النظر أكثر من الإنسان كبير السن. فقال: رأيت شابا وشابة، فلم آمن عليهما من الشيطان، لأن قضية إطلاق البصر إلى الحرام هي ثمرة من ثمار مكائد ومصائد الشيطان باتجاه الإنسان، فيريد أن يوقعه في هذا الأمر، فقال: لم آمن عليهما من الشيطان. لذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن نحفظ أبصارنا، أن نحفظ أبصارنا، وشجع الشباب على الزواج. لذلك القرآن قال: فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الشاب والشاب الذي لا يستطيع الزواج عليه أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه حتى يغنيه الله، حتى يغنيه الله عز وجل من فضله، لأن الزواج سماه القرآن غنى، هو غنى حسي وغنى معنوي، لأن الله عز وجل يغنيك بهذا الحلال عن الحرام، وبفضله سبحانه وتعالى عمن سواه، وبطاعته عن معصيته سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني له وقاء ودواء. لذلك الشاب والشابة الذي يستطيع الزواج أضمن شيء لغض بصره وحفظ فرجه أن يتزوج، وإذا لم يستطع الزواج فإن العلاج عنده يعني الوقت إلى أن يتزوج هو الصيام. لماذا؟ لأن الصيام يكبت الشهوة ويضعف الشهوة، فيعين الشاب والشاب على غض بصرهما عن الحرام. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ومن أطلق بصره فعليه أن يسعى أن يتذكر رقابة الله عز وجل، أن يتذكر رقابة الله عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يا من تغلق الأبواب، يا من تسدل الستار في الليل والنهار، وتشاهد المقاطع الإباحية والمسلسلات المحرمة والأفلام الهابطة حتى تشبع بصرك، اعلم أنك تهدم دينك وتهدم حسناتك. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه المواقف مع الصحابي الجليل رضي الله عنه، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ينظر إلى امرأة فاصطدم بالحائط حتى تهشم وجهه وسال دمه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عجل له العقوبة، فكانت هي كفارة لذنوبه. وأنزل الله عز وجل أيضا في حقه وفي حق غيره: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا أطلقت بصرك إلى الحرام فرب نفسك وهذب نفسك على غض بصرك، فإن تجاوزت ذلك فإذا وقعت في معصية استغفر الله عز وجل، وأكثر من الاستغفار، لأن الحسنات يذهبن السيئات، كما يقول الله عز وجل: ذلك ذكرى للذاكرين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد الحياء، حسن الخلق، عظيم الأدب، يغض بصره عن الحرام، ويعلم أمته صلى الله عليه وسلم كيف يغض الشاب بصره عن الحرام، وكيف تغض الشابة بصرها عن الحرام، حتى يغنيهم الله عز وجل من فضله، وهو الملك القدوس السلام العليم العلام سبحانه وتعالى. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.